السلام عليكم، شحالكم، شخباركم؟ معاكم حنان الفردان من معهد الرمسة. Today, inshallah, our lesson will be just how to teach you to learn from Emirati series or Emirati مسلسل, مسلسل Emirati. So we have did something very special for you. I know a lot of you ask us to have English, Emirati movies or films or series, and to include the subtitles in three languages, in Arabic, in Emirati Arabic, in Arabizi, which is the phonetic language, and in English. So I want you now to see this scene from one of the Emirati series. It's called Ajib Gharib. Ajib Gharib. And I want you to see this and check how much you understand in terms of the words that they have used and the cultural aspect of it as well. So you're not learning just words, you're not just learning the phrases, you're learning also culture in indirect way. Tamam? And also you are learning to hear different accents. So because I know like you get used to my accent or my Aus Khairat's accent, but it's really good to open yourself for different accents and for different ways to express things. And this is the reality. This is what you will face if you go to the real life. You will have people speaking differently, different accents, even if they are Emiratis, but different ways. So the older men will speak a little bit differently than younger ones, than the children. So see, watch this scene, and it's without subtitles. So challenge yourself and see how you can watch without any subtitles. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. تفضل. عمي ابو احمد مساك الله بالخير. وين يا عين؟ مساك الله بالنور. مرحبا. سلم على ابوك. تعال تعال. شو هذا اللي سويتي؟ شو سويت؟ تركبين اللفت يا محمود؟ هي فيها شيء؟ شو؟ يا مسودة الوي، انتي والصبي في اللفت بروحكم؟ زي شو فيها انتو جبلاكم؟ ليش معصبين؟ وبعدين على ما اظن اللفت للعامة، ولا تبوني اجر لفت خاص حقي بروحي؟ ولا ابويا شو رايك اجر لي هليكوبتر وينزلني مرة شيها على البلكونة؟ تطنزين انتي تطنزين؟ ولا تستهبلين؟ ها؟ عيب! عيب البنت تركب ويا الريال في نص الصير، عيب! بنت الغش راكبة الولد في ناس الصين، وين ودي وجهي من الناس ها؟ زين ابوي انت ليش معصب؟ انا بس ركبت ويا دقيقة واحدة في اللفت. هي الدقيقة هاي يا بنتي كسبوا في بها مذابح وثالثكم الشيطان. يا جماعة هدوا اعصابكم شوي شوي، ميرا عاقلة وتعرف حدودها. عيب بعد عيب، يوم شفتي الولد دخل اللفت انت تطلعين وتركبين الدري. تباني اركب دري سبع طوابق بس لان في واحد في اللف؟ نحن ربيناك على الصدق والصراحه وبتمين كذي لين تموتي. نعم صدقها يا الدور، انت بنت الغش. تعرفين شو بنت الغش؟ يعني السمعه الطيبه والسرع. بس انتم ما ربيتوني على اللفتات، طول عمرنا عايشين في فيلا، رجعنا نعيش في فيلا وفكوني من هاي السالفه. تعايريني تعايريني لأن افتقرت، تعايريني لأن استويت فقير ومسكنكم في شقة. وأنا اللي جبت لكم خبر حلو من الجامعة، بس أنتم ما تستاهلون حد يبشركم. تعالي 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 أنتي، شو عاد الخبر هو هذا؟ السالفة فيها شيوخ بس ما بخبركم. إيش هذا بس لا طب والسالفة هي
حشرتوني راسي عورني على وهد ربان. لا 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 شو هذا؟ أقول أخت ضبابة، يعني أنت شو تشوفين الموضوع؟ يعني زينة إن البنت تركب ويا الولد في الأسانسير بروحه؟ How you found it? Was it easy or difficult? If it was easy for you, it means you are already an advanced Emirati Arabic. If it was challenging, then all what you need is just more support. So here the same scene, but we added Arabic and Arabizi subtitles. So see how things could be now. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. تفضل. عمي ابو احمد مساك الله بالخير. وين يا عين؟ مساك الله بالنور. مرحبا. سلم على ابوك. تعال تعال. شو هذا اللي سويتي؟ شو سويت؟ تركبين اللفت يا محمود؟ هي فيها شيء؟ شو؟ يا مسودة الوي، انتي والصبي في اللفت بروحكم؟ زي شو فيها انتش بلاكم؟ ليش معصبين؟ وبعدين على ما اظن اللفت للعامة، ولا تبوني اجر لفت خاص حقي بروحي؟ ولا ابويا شو رايك اجر لي هليكوبتر وينزلني مرة شيها على البلكونة؟ تطنزين انتي تطنزين ولا تستهبلين؟ ها؟ عيب عيب البنت تركب ويا الريال في الاسانسير. عيب بنت الغش راكبة ويا الولد في الاسانسير، وين ودي وجهي من الناس؟ ها؟ زين ابوي انت ليش معصب؟ انا بس ركبت ويا دقيقة واحدة في اللفت. هي الدقيقة هاي يا بنتي كسوا في بها مذابح وثالثكم الشيطان. يا جماعة هدوا اعصابكم شوي شوي، ميرا عاقلة وتعرف حدودها. عيب بعد عيب، يوم شفتي الولد دخل اللفت انت تطلعين وتركبين الدري. تباني اركب دري سبع طوابق بس لان في واحد في اللف؟ نحن ربيناك على الصدق والصراحة وبتمين كذي لين تموتي. نعم صدقها يا الدور، انت بنت الغش. تعرفين شو بنت الغش؟ يعني السمعة الطيبة والسرع. بس انتو ما ربيتوني على اللفتات، طول عمرنا عايشين في فيلا، رجعنا نعيش في فيلا وفكوني من هاي السالفة. تعايريني تعايريني لأن افتقرت، تعايريني لأن استويت فقير ومسكنكم في شقة. وأنا اللي جبت لكم خبر حلو من الجامعة، بس أنتم ما تستاهلون حد يبشركم. تعالي 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 أنتي، شو عاد الخبر هو هذا؟ السالفة فيها شيوخ بس ما بخبركم. إيش هذا بس لا طب والسالفة حشرتوني راسي عورني على وهد ربان. لا 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 شو هذا؟ أقول أخت ضبابة، يعني أنت شو تشوفين الموضوع؟ يعني زينة إن البنت تركب ويا الولد في الأسانسير بروحه؟ How you found it now? Much easier? Much easier when you read the subtitles and you can stop it while you need and repeat the listening? I think it should be easier for you. But I'm sure like you got all the words, but maybe you didn't understand all the words. So try now to watch the same scene again, but with English subtitles as well. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmah. تفضل.
عمي ابو احمد مساك الله بالخير. وين يا عين؟ مساك الله بالنور. مرحبا. سلم على ابوك. تعالي تعالي. شو هذا اللي سويتي؟ شو سويت؟ تركبين اللفت يا محمود؟ هي فيها شيء؟ شو؟ يا مسودة الوي، انتي والصبي في اللفت بروحكم؟ زين شو فيها انتش بلاقم؟ ليش معصبين؟ وبعدين على ما اظن اللفت للعامة، ولا تبوني اجر لفت خاص حقي بروحي؟ ولا ابويا شو رايك اجر لي هليكوبتر وينزلني مرة شي ها على البلكونة؟ تطنزين انتي تطنزين؟ ولا تستهبلين؟ ها؟ عيب عيب البنت تركب ويا الريال في الاسانسير. عيب بنت الغش راكبه ويا الولد في الاسانسير، ولا ودي وجهي من الناس. ها؟ زين ابوي انت ليش معصب؟ انا بس ركبت ويا دقيقة واحدة في اللفت. هي الدقيقة هاي يا بنتي تستوى في بها مذابح وثالثكم الشيطان. يا جماعة هدوا اعصابكم شوي شوي، ميرا عاقلة وتعرف حدودها. عيب بعد عيب، يوم شفتي الولد دخل اللفت انت تطلعين وتركبين الدري. تباني اركب دري سبع طوابق بس لانه في واحد في اللفت؟ نحن ربيناك على الصدق والصراحة وبتمين كذي لين تموتي. نعم صدقها يا الدور، انت بنت الغش. تعرفين شو بنت الغش؟ يعني السمعة الطيبة والسرع. بس انتو ما ربيتوني على اللفتات، طول عمرنا عايشين في فيلا، رجعنا نعيش في فيلا وفكوني من هاي السالفة. تعايريني تعايريني لأن افتقرت، تعايريني لأن استويت فقير ومسكنكم في شقة. وأنا اللي جايبت لكم خبر حلو من الجامعة، بس انتو ما تستاهلون حد يبشركم. تعالي 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 انتي، شو عاد الخبر هو هذا؟ السالفة فيها شيوخ بس ما بخبركم. راسي عورني عنبه وهذربان. لا 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 شو هذا؟ أقول أخت ضبابة، يعني أنت شو تشوفين الموضوع؟ يعني زينة إن البنت تركب ويا الولد في الأسانسير بروحه؟ I think now is much easier. I'm not saying this was easy. I'm saying is now is much easier. With you have more support of subtitles in the three languages, and this is based on your suggestions, now it looks much easier. And this is what always our students say. And it's also fun to learn it directly without looking to anything else, like to the books or other notes. It's just in front of you clearly. So do you know that this 3 minutes, 2 to 3 minutes, cost us more than 4 hours to do that, to choose a series, to write the script in Emirati Arabic, in Arabizi, in English, then to ask the help of our camera woman, Samira, to do all this work. So it's almost 4 hours to do this. But though it takes a lot of time from us, but we decided that it's a really good methodology to have it and to be more in self-learning. So I wish really like you enjoyed it and you learned a lot from it. And inshallah, we try our best to put more in our website. So thank you very much for watching and I hope you enjoyed and learned more about UAE dialect and culture. Shukran, ma'a salamah.